السلام عليكم أيها الشعب السوري، كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. أنا وصلني خبر منذ 10 دقائق كتير كتير مهم يخص مقتل سهره لسهيل حسن. عيد مقتل سهره لسهيل حسن في يا أما دير الزور، معارك صارت يعني علي مملوك وماهر الأسد وقاسم سليماني عطوا سلاح لمجموعة من داعش وضربوا الروس وضربوا عصابات الفاغنر لأنهم أعطوا معلومات للإسرائيليين ليضربوا مجموعات قاسم سليماني. فهذه المعلومات طبعا مقتل صهره لسهيل حسن أكد، وهناك معلومات تقول أنه يعني قتل في منطقة أخرى تركيش أو بالقرداحة، صار هجوم يعني. بس على كل حال يعني الخبر يبدو أنه أكثر شيء موثق هو أنه بعد الاجتماع تبع علي مملوك وماهر الأسد يعني عطوا سلاح لمجموعة من داعش وراحوا ضربوا عصابات الفاغنر في دير الزور وقتلوا شي 20 واحد وخطفوا شي 20 واحد حتى ياخذوا فلوس من الروس. وماهر هلأ عم يلعب هو وقاسم سليماني مع علي مملوك ضد عصابات الفاغنر خاصة في منطقة دير الزور، وبدهم ينتقموا من سهيل حسن، فما عم يقتلوا ما عم يقدروا يقتلوا سهيل حسن فقتلوا سهره وهو من قيادات يعني مجموعة سهيل حسن. يا الله، السلام عليكم. بس تجينا معلومات زيادة حنخبركم عنها إن شاء الله. مع السلامة يا الشعب السوري، وبارك الله في الثورة السورية الكبرى.